السلام عليكم بنات. اليوم يا جماعة رح أسوي شيء أتوقع أنه ما حد قد سواه في اليوتيوب، اللي هو أنه رح أغير لوك جدتي 180 درجة. كثير منكم شافوه في قناتنا العائلية وكثير منكم حبيتوها، فقررت اليوم أطلع على قناتي وأسوي لها ميك أوفر وأروح أدلعها لأنها صراحة تستاهل. جدتي على فكرة روسية وما تعرف عربي، فهذا رح يكون تحدي لها، حخليها تتعلم شوي عربي وتتكلم معاكم وتسلم عليكم. بس طبعا شعرها مقدس عندها يا جماعة، تخيلوا، حط لكم صورة هنا على الشاشة حتشوفوا انها لها اكثر من 30 سنة وهي بنفس التسريحة الشعر، تخيلوا، ما تحب تغيرها ابدا. فحاولت اقنعها امس انه ايش رايك نصبغ، ايش رايك نقص، ايش رايك نغير لك التسريحة، لا الشعر خط احمر، يعني ممنوع المس شعرها بين شعراتها. فقلت خلاص حنغير المكياج، حنغير ستايل اللبس وكذا، حخليها تلبس شيء ما قد لبسته. يعني انا اعرف ستايلها تقريبا على مدار السنين ما تغير. اللي بقول لكم عليه انه جدتي ما شاء الله تحب الاهتمام بالنفس، تحب كذا تدلع نفسها، يعني مستحيل تلاقوها تطلع بدون مكياج بدون اكسسوارات، لازم تطقم لون اكسسوارات مع لون الشنطه مع لون المناكير. يعني ما شاء الله عليها عمرها تقريبا 70 سنه، تخيلوا. اتمنى انه انا كذا لما اكبر اكون اهتم بنفسي واعتني بنفسي زيها. فالحين انا وامي حنروح عندها ونقابلها ونروح نغير اللوك. لكن اذا كنت تشوف هذا الفيديو ما كنتوا مشتركين، لا تشتركوا ووصلوا نص المليون باقرب فرصه، انتم قدها وقدود. ولا تنسوا تتابعوني كمان على الانستغرام وسناب شات، الحسابات راح تلاقوها هنا على الشاشه وتحت في صندوق الوصف. ويلا بينا على الميك اوفر وشوفوا مين معاي. جدتي شوفوا الجمال، شوفوا. انا اقول ايش راح اغير فيك اذا انت جيتي لي كذا متشيكه ومتكشخه. شوفوا الله الله الله. اليوم راح نغير راح نغير ستايل، راح نخليها كذا اليجنت على شيك، على البسها، احاول اني البسها شيء شبابي اكثر. طبعا زي ما شفتوا هو ستايل جدتي كده، هي دائما تحب تلبس فساتين وتطقم الالوان، شايفين الشنطه مع السلسال. الله الله الله. هلا والله انا مره متحمسه لحابه التغيير، احبكم كثير. اوكي بنات، دخلنا اول محل، الحين راح اشوف اشياء جدتي. طبعا نسيت اقول لكم شيء، انه جدتي تحب الفساتين، فاليوم راح احاول اخليها تلبس جينز ويكون كذا اللوك الايدجي. طيب شوفوا يا جماعه، اول قميص كاكتبي فرابلس. شوفوا انا وجدتي احلى شيء انه اذواقنا متشابهه. طبعا هذا قميص حسيته حيطلع حلو حتى مع الجينز، حيطلع حلو لان شايفين فيه السماوي، ف هو بنفس الوقت احسه للشباب. ده هنا التطريز مره يجنن، احسه للشباب مره حلو وكمان لكبار السن، يعني حيليق عليها. طيب انا اشوف ايش قاعده اقنع جدتي. طبعا شويه صعب الاقناع في هذا الموضوع، ليش؟ لانه هذول طبعا ما قد شوف جده لابسه جاكيت كذا جلد، فحنحاول اقنعها. حسيت كذا اللون الاسود حيكون ايجي ومره حلو. اها في شيء كمان بقول لكم عليه، ليش احب جدتي تحب اللون السماوي؟ لانه يبرز لون عيونها. قلبوت سويت بفتخودت بتغلزا. طيب يا بنات جيت عند الجينزات، طبعا كمان قاعده ادور لها جينز عشان يليق مع القميص اللي اخذناه. افكر اخذ لها كذا جينز فاتح، الجاكيت الجينز مع البنطلون الاسود، وكمان جوا حندور تيشرت بهذا اللون اللي هنا. اوكي جدتي راح تقيس الحين البناطيل وحنشوف اللوك. طبعا افكر اختار لها لوكين وحنشوف بعدين اي احلى. اوكي يا جماعه خلصنا من اول محل، الحين دخلنا المحل الثاني عشان ندور اللوك الثاني. هكتبي سوبر سوبر. طب يا جماعه تخيلوا قعدت اقنعها تشتري الجاكيت جلد. طبعا اول شيء قالت لي لا ما حلبس مستحيل، وبعدين اقنعتها بلون فوشي قالت مستحيل. تخيلوا ما لبسته اغرمت بجماله. كاكتي وكورتكا واي، تخيلوا سوبر. يعني في حياتها ما كانت حتطل في هذا اللون، في هذا الديزاين، في هذا الشكل. اي ما كانت تبغى تقول لي، بس بعدين قنعناها ومره عجبتها. بعدين ان شاء الله حوريكم اللوك النهائي. طيب يا بنات شوفوا ايش رايكم بالجزمه هذه، اشتريها لجدتي ولا لا؟ شوفوا شوفوا يا جماعه ايش امي لاقت لجدتي. شوفوا والله فنان. هذا يا جماعه فستان جلد يعني يجنن، وجاي ميد كذا لين الركبه، حيطلع مره حلو لانه جدتي زي ما قلت تحب الفساتين، بس هذا بنفس الوقت فستان ايجي. طبعا هذا من اختيار امي. طبعا بنات لبست اليوم هذا الفستان الابيض، الحزام نسيته في كازان، فأمي لقيت لي الحين حزام مرة يجنن، حوريكم إياه. إيش رأيكم؟ حسيت يجنن. وأنا نسيت أجيب حزامي، فحسيت الفستان كده بدون شيء كان مرة يعني ما له طعم، ف
فالحين صار كذا ايجي وستايل مره مره حبيت. يا جماعه الحين جدتي طلعت من غرفه قياس، يا جماعه انا وامي اتجننا على اللوك والله جنن. ما حوريكم اياه الان، شيء مو طبيعي. وبشكر ستار اوتشن اوتشن كرسي بصراحه. واو، لا الحمد لله ان امي جت معنا لانه هي تعرف ستايل جدتي، تعرف ايش اللي تعجبها. واو، طيب شوفوا يا جماعه جدتي سوشي جيد. لا مطقبين، لازم يا شي سلامي شي دوست دباي دباي لا انا معي هذا الجهاز بالجد. اه تبني تبني هذا لي شي هذا شو بتسيكا خلاص عليكم دباب كلنا. كرستها كرستها سوبر سوبر سوبر. اوكي يا جماعه خلصنا من اللوكات. على فكره على بالي حنختار لوك واحد، اخترنا اربع لوكات تخيلوا، واتوقع انه الاول واحد حيكون احلى واحد. فانتوا اكتبوا لي تحت العلاقه، انا مره متحمسه صراحه. كاكتيطي قطوبه 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 دا. اوكي يلا يلا اوكي الحين حنوريكم اللوك نمبر 1. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak but baby you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. اوكي يا جماعة شوفوا اللوك الأول ايش رايكم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات، أنا مت عليه. وهذا هو الجاكيت الجديد اللي جدتي ما كانت راضية تجربه حتى أو تطول فيه، بس بعدين لما جربته قالت يجنن. كتبي تني ختيلا بوميرت. يا ني ختيلا، واني مايو، نو سيتشاس أديلا. بس يا مالوجي نا 20 ليت. قالت صرت شابة أكثر 20 سنة، رجعت لورا. نا 20 ليت. أوتش أنتي بتخوت، على فكرة لايق لها مرة واللون حتى. تولكا بلاغاداري يا أميري. يا بيت أني بزيلا بو. على فكرة ترى الألوان تلعب دور، يعني كاكتس رازب وأديلا تسرازو لتصوتك وياركا الألوان ترى تلعب دور، يعني وجهها أول ما لبسته صار كذا فاتح ومنور وفي نظارة. شوفوا يا بنات اللوك الأول، يا سلام، يعني في حياتكم شفتوا جدة كول زي كذا؟ يا جماعة عمرها 70 سنة. شوفوا نقينا لها هذا الجاكيت الجلد الوردي مع التيشيرت الأبيض وكمان البنطلون هذا الجلد، سوبر سوبر مرة مرة حلو صراحة يجنن. اوكي يا جماعة الحين جدتي راح تلبس اللوك الثاني. اللوك الثاني طبعا من مفضلاتها، هي ستايل اللي هي متعودة عليه واللي عجبها كثير، فحبيت كمان اجيب لها شيء هي يعني ستايلها اللي تحس نفسها مرتاحة فيه. فالحين استعدوا للوك الثاني. اللوك الثاني ياس كجو ايمش تطبوك راس لبيمة سمتة تكراسلي. اللون اللي تحبه جدت بتموت عليه اللون الأحمر، دائما تحب مناكير حمراء، روج أحمر، كسورات حمراء. فاليوم يعني حبيت أحط لها شيء اللي ستايلها اللي يعجبها. شوفوا الجمال، شوفوا جبنا لها حلق لونه أحمر، روج أحمر، شنطة حمراء، وطقمنا نفس البنطلون الجلد اللي شفتوه أول مع هذا القميص يجنن. تبي درجة بيضة تسويت بتخود، حتى اللون الأبيض عليها يجنن. ايه صح الأبيض، طبعا الأبيض يا بنات من الألوان اللي تليق لكل أنواع البشرة وألوان البشرة. مرة مبسوطة إن جدتي كل اللوكات عجبتها، وكمان إنه كل شيء يليق عليها. تبي بصفة تخود؟ بصفة تخود. الحين حنروح لنمبر 3، اللوك نمبر 3 يا جماعة. دباي. اوكي يا جماعة الحين حنكون في اللوك نمبر 3 واللي هو صراحة كمان من مفضلاتي، اتوقع انه راح اصوت له هو صراحة، يعني سحبت رأي على الاول راح اصوت الرقم 3 صراحة. هذا ستايل انا اموت فيه والحمد لله ان امي ساعدتنا ولقينا هذا الفستان لجدتي. بالحين حوريكم اياه. اوكي بنات شوفوا اللوك الثالث. كاتبه شوفوا اللوك هذا هو عباره عن فستان من الجلد، شايفين الجمال يجنن مره مره حلو. وكمان طقمنا معاه هذا التشوكر اللي على الرقبه، حسيته اعطى كذا ستايل ايجي يفوز. كاتبه
سوبر سوبر понравился سوبر يجنن يا بنات سوبر والله سوبر سوبر يعني سوبر. الجلد من الاشياء واد. اللي مره تحلي صراحه انا اموت باي شيء جاكيتات فساتين اي شيء جلد اموت فيه تي понравился مع تشوكر طلع يجنن طيب اوكي شاس الحين راح نروح نلبس اخر لوك وبعدين انا هختار افضل لوك بالنسبه لي وافضل لوك جدتي عجبها وانتم كمان نبغاكم تحت التعليقات تقولوا ايش احلى لوك يلا يا جماعه جدتي جهزت والحين حنوريكم اخر لوك كمان يجنن كيوت ونعوم مره حلو Take a train ride just to see you Ride for hours just to please you مين يرقم جدتي قاعد شوفوا شوفوا شايفين هذول الاثنين طيب يا جماعه شفتوا المعجبين اللي واقفين كنت لفيت معجبين قاعدين يطالعوا فيكي كيف تبي تطلق بسподобный нежный كرسي رومانسي وناعم نعوم اي بجد بالفعل انا عجبني انه اللوك مره نعوم يوني سفسيم يوني وشبابي صح يعني شبابي انا صراحه مره عجبني مره حبيت طبعا هذول اللي ورا خلاص جدتي ضمننا مستقبلها في اثنين عرسان ورا قاعدين يطلوا فيها كرستها كرستها اليوم راح نزف جدتي طيب الحين حسأل جدتي ايش اكثر لوك عجبك какой тебе больше всего лук понравился от моей любимой внучки мне любой лук нравится но мне на самом деле все, все. Без исключения wow. они все четыре разные mm-hmm. и все супер мне нравится все عجبها كل شيء يا جماعه وانا صراحه عن نفسي عجبني كل شيء بس اكثر شيء حبيت البستان الثالث الجلد انتوا اكتبوا لنا في التعليقات ايش اكثر لوك عجبكم احبكم كثير المهم الحين حنروح كافي نروح نشرب لنا قهوة ناكل لنا مخبوزات فرنسية أنا وأمي وجدتي راح نروح ندلع نفسنا أوكي جماعة قررنا ندخل على هذا المطعم قبل ما نروح الكوفي هذا المطعم اللي يقدم الأكلات الروسية الشعبية فقلنا صراحة الكوفي هذا ما حيشبعنا حنروح بعدين أول شيء حناكل نتغدى وبعدين حنروح الكوفي هالحين حروح أوريكم الأشياء اللي يقدموها طبعا هنا عندهم الكيكات هذا الكيكة للعسل الروسية بعدين هنا السلطات البنجريد والألفية اللي مرة مشهورة هنا كمان السلطة الروسية وبعدين هنا عندهم البطاطس المهروس والبكويت هذه اللي دائما حكيكم عنها اللحم وهذه الأشياء المهم كل الوجبات اللي هنا وجبات أو أكلات شعبية روسية هذا الفلفل الرومي المحشي كمان من أكلات الروسية الأطباق الروسية الشعبية اسمه بلغارسكي فرشلوني فيريت أوكي بنات شوفوا الأشياء اللي جبناها طبعا أنا ميتة جوع فغرفت كثير طبعا هذا اسمه تفتيلك عبارة عن لحم مع البصل والرز تقريبا يخلطوه يكوروه كذا يسووه بصوص وهنا اسمه فرشروفن بيريت اللي زي المحاشي الدولمة العراقية بس هذه طبق روسي يعني يحطوا بس فلفل رومي وكروم تكوريني هذا من الدجاج بعدين عندنا هنا بطاطس مهروس مع الكتليتا كتليتا عبارة عن لحم مفروم مع جبن واشياء كذا بعدين هنا بنجر في روسيا مرة يحبوا البنجر ويستخدموه في اطباق كثير اتكت نزبايتسا سالونا كابوستا соленая капуста. Кром мухаллал. Помидорка и огурчик mm-hmm. тоже соленые. Это кром мухаллал, يا جماعه مره مفيد فيه بكتيريا صحيه. هذا القشطه الروسيه اسمها سميتانا وعندنا كمان هذا سلطه عاديه. هذا فينيغريت طبعا هذا السلطه الروسيه بالبنجر جدا مشهوره كمان. شوفوا يا جماعه الفرق بيني وبين جدتي انا طالبه بطاطس وقشطه ولحم شوفوا جدتي ايش طالبه. سلطه وسمك بس. فيش شايفين الفرق يا جماعه كيف انا اكل وكيف هي تاكل اوكي يا جماعه وصلنا كافيه خالتي فالحين عزمتنا على الكافيه اللي هي تشتغل فيه عشان نشرب قهوه ونروق فمستعده اوكي يا جماعه قاعدين يمدحوا جدتي اوكي يا جماعه هذه هي خالتي اسمها يفغينيا كجي بريفيت سيم بريفيت سيم طيب حسالها الحين على لوك جدتي كاك تبي اوبرز понравилось как понравилось да супер вообще классно супер شوفوا شوفوا مالوتكم اي والله قال صارت امي شابه الحين شوفوا شوفوا قال говорите شوفوا الناس كيف يمدحوها
اوكي جماعه خلصنا وشربنا القهوه وبكذا نكون وصلنا لنهايه البلوج معاكم. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا واكتبوا لنا تحت التعليقات ايش اللوك اللي عجبكم من 1 لـ 4. جدتي قالت انه تبي سوبر نايس كل اللوكات عجبتها وان شاء الله كمان وإن شاء الله كمان أنتوا اللوكات كلها عجبتكم وعجبكم هذا الفلوج وانبسطتوا فيه. وإذا عندكم جدات وأجداد لا تقصروا معاهم وفرحوهم وإن شاء الله يا رب يطول بأعمار أجدادنا وجداتنا ويحفظهم لنا. وبس سكريم إن شاء الله أشوفكم إن شاء الله أشوفكم على خير على خير بفلوج بفلوج تاني تاني. أحبكم أحبكم. you now and I want you now.